محمد بالحافل 26 سنة، شاب طموح، حاول أنه يخلق واحد المبادرة اللي هي ماشي ديالي بوحدي، ديالي حنا واحد مجموعة ديال الشباب اللي كنتكونوا من خمسة فينا شابتين وثلاثة ديال الذكور. هاد الشباب اللي حاولوا أنهم يخرجوا بواحد البروجي اللي سماوه صخيرة في تفي. هاد البروجي اللي خرج المواطن المغربي على أنه يقدم لي واحد السيرفيس ديال صخيرة، أن أي حاجة كيحتاجها، يا إدارات يا صيدليات يا قفة ديال الدار، أي حاجة كيحتاجها كيمكن أننا نسخروا ليه. ماشي بالضرورة أن الإنسان يكون هير في داره أنه يحتاج شي حاجة، بالعكس حنا تنخدموا حتى مع شركات، مع بعض المطبعات اللي كنمشيو أننا نقدموا لهم السيرفيس، تنديو لهم بعض الأوراق الإدارية أو بحال هاد الشكل. هاد البروجي بدا في لو 3 جانفي، يلاه جديد، مولود جديد. اللي ساعدنا في هذا البروجي هي جمعية تحدي لمساواة المواطنة، الجمعية اللي كنا منخرطين في واحد البرنامج ديالها، برنامج شباب حامل بطاقة المقاول الذاتي، اللي كونونا في المدة ديال عام في كيفية التواصل في بعض اللغات وإعلاميات. من بعد ما خرج سالينا هذا البروغرام خرجنا بهذه النتيجة اللي هي هذا البروجي ديال صخيرة فيتفي، اللي كان أن أي بيضاوي اليوم كيحتاج بعد خطرات في الدار تيكون ما بقاش ينوض، هذه يعني كيمكن أن هو يتصل بينا وحنا تنقدموا له داك السيرفيس اللي محتاج. زائد عن ذلك كنخدموا كما قلت لك مع بعض الشركات. هاد الصخره كتبدا من 10 درهم حتى 30 درهم على حسب المسافه، يعني منين كتبدا ومنين كتسالي تما كيتحدد الثمن ديال 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 الصخره. هي ضروري من الصعوبات تلقاها في الاول، يعني انك زعما ماشي خبير في المجال ديال المشاريع، يعني ملي كتبدا في واحد المشروع خاصك تعرف التقنيه ديالو، يعني كتبدا تتعلم، يعني الا بغيتي كيفاش نقول لك انك تتعامل مع الناس، وهذه الحمد لله كانت عندنا كيفيه التواصل معهم، ولكن كيفاش انك تسكري بروجي، كيفاش دير بزاف الحوايج كان عندنا فيها بزاف المشاكل. الحمد لله حنا لقينا جميع ان عاوناتنا بزاف الحوايج، يعني بدات لينا العون كبيره، يعني اطراتنا وصرحات لينا وراتنا واحد الشانطي فين غادي نمشيو، يعني اشنو خاصكم ديروا واشنو خاصكم، يعني حاولت انكادرينا مشينا الحمد لله. حنا غاديين بدينا تنتعرفوا عند الناس، يعني ماشي عند الساكنه البيضاويه كامله، ولكن بعض الناس بدينا تنتعرفوا عندنا. حنا المهم عندنا ماشي اننا نتعرفوا عند الناس صافي، المهم عندنا اننا نكسبوا واحد الثقه ما بيننا وما بين داك الزبون، يعني الا كسبنا الثقه ما بيننا وما بين داك الزبون يكونوا عندنا غير 20 30 الناس بيناتنا واحد الثقه وغنخدموا معاهم ديما، احسن ما يكون عندنا واحد 100 ديال الناس وكما كايناش الثقه بيناتنا. حنا جينا نغيروا داك المفهوم ديال ليفريزون، هذا هي ليفرور وصافي. لا، ليفرور كيقدم واحد السيرفيس اللي هو زوين للانسان، يعني ملي كيمشي عند هذاك الناس خاصو يمشي عنده بواحد الطريقه اللي هي زوينه، يكون كيعرف كيفاش انه يتواصل مع الناس. بزاف الحوايج كاين بزاف شركات اكس، ولكن من ناحيه الثقه ما كايناش، يعني تنشوفوا بزاف الحوايج كيوقعوا. حنا حاولنا اننا نخلقوا هذا المشروع، ولكن نخلقوه بواحد الطريقه جديده، بواحد البيداغوجيه جديده، باش اننا نخلقوا الثقه ما بيننا وما بين الزبون، ماشي نسخروا ليه وصافي. الرساله ديالي للشباب انهم ما يحاولوش انهم ربعوا ايديهم ويجلسوا وما يبقاوش انهم يقولوا صافي ما كايناش خدمه، ما لقيناش خدمه، صافي اننا نجلسوا. لا، هنايا تنقول للشباب انهم ينوضوا اليوم ويشبروا على دراعهم وينوضوا ويخلقوا مشاريع ديالهم، لاننا حنا دائما وتنسمعوا غير كلمه واحده، اننا خاصنا نقراو باش نخدموا. هذه الكلمه اللي كطيح منا بزاف، يعني علاش حنا باش نفكروش نقولوا خصنا نقراو باش نديروا مشاريع. يعني اليوم تنقول اي شاب مغربي انه ينوض ويبقاش يربى ايدو ويخلق واحد المشروع من ابسط الاشياء، يعني راه ممكن انك تبدا مشروع من زيرو درهم، ولكن غتحاول انك خطوه بعد خطوه انك غتنجح. ما تنجحش في الشهر الاول، ما تنجحش في الشهر الثاني، ولكن تقدر من بعد 9 شهور، من بعد عام غادي تنجح وغتبان لك النتيجه ديال هذاك المشروع. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب.